دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: لا تجعل قبري. هل استجيب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء؟ فيقال: نعم، استجيب له. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ونص على أن القبر لم يتخذ وثنا، بل أحيط بثلاثة جدران تمنع أحدا أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام وثنا. وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: قبري، نص على القبر ولم يقل: اللهم لا تجعلني وثنا يعبد. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ معبودا وإلها من دون الله عز وجل. ولذا ترى من بعض الصوفية أو الروافض من يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله، لكنه لم يتخذ القبر وثنا.